قرر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة خالد عيد الاستغناء عن 7 لاعبين من الفريق، وذلك عقب البقاء بالدور الممتاز. وقرر الجهاز الفني لطنطا الاستغناء عن محمد خفاجي ومحمود شاكر عبد الفتاح ومحمد فوزي ومحمد مجدي خطاب وحسام فتحي وأحمد عبد القادر ومصطفى شامخ. ومن المقرر أن يقوم الجهاز الإداري لطنطا بإرسال خطابات للاعبين، وذلك بعد قرار الجهاز الفني الاستغناء عن اللاعبين 7.